مرحبا أصدقائي، معكم ياسين جيمر. رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع جبت لكم مخططات أسطورية للتاون هول 8، مخططات حربية ورائعة، وأنا متأكد أنه رح تعجبكم يا غوالي. الصراحة أنا بحس حتى حالي أني أبنزل مخططات يعني هيك للتاونات قليل كتير، عرفتكي بسبب يا غوالي أنه بدنا أراضي كمان تنسخ الروابط وهيك مشان نتأكد من سلامة الروابط، عرفتكي. فأنا حتى تحت الثمانية بالمرة ما فيني أعملين، بس على القليل يعني بنعمل مخططات للتاون هول 8، حتى بشوف أحيانا متابعين بيطالبون فيه، عرفتوا كيف يا غوالي. وكمان يا صديقي، أنت بدك لتلاقي مخطط قوي للتاون هول ضعيف وقت يعني أكتر، لأنه هي التاون هولات ضعيفة بالأساس، بس بدك تلاقي لها مخطط يعني يمحي هالضعف تبعها، عرفت كيف؟ يكون كله هيك متماسك، حتى لو انه الارض ضعيفة كانت التاون هول ضعيف، لازم هيك تلاقي هالمخطط يعني. فاليوم انا جبت لكم هاي المخططات الاسطورية، وهلا بدنا نشوفها سوا. وكمان لا تنسوا انه رابط النسخ تبعت هاي المخططات بتلاقوها تحت بوصف الفيديو، فاي مخطط بيعجبك يا صديقي بس بوص على رابط النسخ تبعه وبينسخ عندك بلعبة كلاش اوف كلانز من دون اي مشاكل ان شاء الله. وقبل ما نبلش الفيديو، لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وكمان تفعل زر الجرس لنعمل كل شيء دعم القناة عشان تشجعوني هسه استمر من المقاطع لكم يا اساطير. ويلا خليكم مع المقطع. خلونا ننطلق لأول مخطط. مثل ما كنت شايفيني يا أساطير، هذا المخطط كمان مميز كتير، يعني كل هالمخططات رائعة اللي بدكم تشوفوها اليوم. مثل ما كنت شايفين في هون هالفرغة بين المنطقتين بالسور، هي الشغلة كتير حلوة للأمانة، إنه بتعملك المخطط مخطط محترف عن جد، مو مربع يعني مثل ما الكل بيعملوه بهيك تاونات، حتى أنا هيك كنت أعمله يعني. فهي كمان غلط كبير يا صديقي، أنت إذا بدك تعمل يعني بدك تعمل تصميم ملبك، عرفت كيف؟ إذا كمان خليت الدفاعات يعني ما أنا مصفطة منيح كمان يعني بتكون مصيبة كبيرة. فهيك مثل ما أنك شايف هالتصميم يعني في إبداع كتير، تحس حتى عدد السور أكبر من عدد السور اللي لازم يكون عندك بالتاون هول 8، أكثر ماني متفرعين بالتصميم وصاير منتشر بالنسبة لهيك تاون هول. مثل ما أنك ملاحظ هون عندك للقنابل تشتغل شغل جبار يعني بالدفاع، لانه في قنبلتين يعني ما تلحق اصلا تعالج انت القوات تبعتك يا صديقي اذا فقعوا فينا هذول يعني. عندك كمان هون الدفاعات الجوي والافخاخ الجوي، مواقع ممتازه مثل ما انك شايف، اثنين هون مضاد وهون واحد مضاد يعني مثل ما انكم شايفين. هون المضادين هذول شاملين كل هاي المنطقه، وهذا المضاد كمان حمي هالمنطقه مشان اذا انت هجمت من هون، لانه هيك اقرب على التاون هول. بس حتى لو هجمت من هون بتبعد عن المنطقه هذه يا صديقي، بتكون محسبة الحساب، فبالتالي انت ما بتقدر تمسح التصميم اصلا، مو بس مشان الوقت، لانه جيشك كله بيكون راح بسبب كل هالدفاعات. المخطط رقم 2 هو مثل ما انكم ملاحظين، عجبنا موقع تسلا للأمانة كيف ما يحموا الكناس الجوي، وهون عندك تسلا كمان يا صديقي، هون عندك المضاد وهون وهون كمان، صارت تقريبا على شكل مثلث مشان يشملوا كل الارض بدفاعي. هون عندك المورتر، مواقع اسطورية هون المورتر، ما فيك تستغنى عنه او تزته برا يعني مثل بقية التاون هولات. هون المورتر يعتبر من الدفاعات القوية يعني تقريبا، بس مثل ما انك شايف هون عندك الملك كمان ما يستعملوا بحكمه، يعني حاطينه هون، عرفت كيف؟ يدافع عن الكناس كمان اذا في هجوم ارضي على المضاد او هيك شيء بدافع كمان عنه. فمثل ما انك شايف يعني كمان بيشمل كثير منطقه بالدفاع. عندك هون الافخاخ بتشتغل شغل جبار، وهذا التصميم كمان ملبك، صح انه هيك يعني كثير في تقطيعات، بس هالشيء لصالحك يا صديقي، لانه فعلا يعني هالشيء كثير بيلبك الجنود الارضيين خصيصا، وغالبا يعني العالم اللي بيهجموا عليك حتى بهيك تاون يعني بجوز بالتنانين يهجموا عليك. فانت كمان عندك دفاع جوي كثير قوي مشان تتصدى لين، يعني فعلا مفكرين بكل شيء. لاحظوا مثلا هذا التصميم الرائع، هون تقطيعات فيه الفرغة هيك بالسور مثل ما انك شايف يا صديقي، كلها حط فيها مضاد الافخاخ، يعني التسلا مدعمة كتير وكمان محمية هي بالسور، ما فيك تدمرين بسهولة. وعندك هون كمان برج القنابل موقعه ممتاز، كل هالدفاعات كمان محاوطي المنطقة كلها، هي شيء اسطوري بمعنى الكلمة. عندك هون كمان الملك مشان تساوي القوة الدفاعية، هون عندك مدفع بدل الملك. you
المخطط الرابع مثل ماكم ملاحظين هون صارت التاون هول على جنب، يعني تخيلوا حتى على الحركات الغرائيه بالتاون هول موجوده بالتاون هول 8 مثل ما كن شايفين. هون في بس ثلاثه تسلا يعني مثل ما كن شايفين، هدول كثير بيوتروا. انت صديق اذا هون بدك تهجم وحسب حساب انك تصرف شويه جيش وتدمر التاون هول، او بس تدمر هالكم دفاع وتطحش على التاون هول، بيطلعوا لك التسلا بفشلوا لك كل خطيتك. واذا هجمت هجمتك الكامله من عند التاون هول هون مثل ما انك شايف مشان تدمر التاون هول وكل شيء وكل هالدفاعات وهالمنطقه، بس انت هيك بتكون بعدت عن بقيه الدفاعات وجنودك بدهن وقت ليوصلوا عليهم، بالتالي الدفاعات بتكون مضرب جنودك بهالوقت، واصلا ما عاد بيضل عندك جيش نظامي، يعني شويه جيش بس. وانت هيك اهملت كل هالمناطق الثلاثة مثل ما انك شايف، لانه بعاد عنا لهي المنطقة تبعت التاون هول، فبتكون بالتالي خسرت هاي المعركة. يعني عن جد هالتصميم كتير منتشر كمان اذا ملاحظين انت هالشغلة، هاي المدفع كمان مثل ما يكون شايفين، هون الملك صاير ما يحمل مضاد، ما يحمي كمان قلعة التحالف، ما يحمي التاون هول، يعني شيء اسطوري بمعنى الكلمة. فهي المخططات خارق الطبيعة يا ناس، شوفوا الجاي كمان. لاحظوا مثلا هون مخطط رقم 5 كمان حاطين تاون هول على الجنب مشان يخلوك يا صديقي انت تهجم من هوني. لاحظوا حتى هون حاطين قطعة السور، لاحظوا الدقة يعني. هون عندك كمان حاطين التسلا مشان يدعموا هاي المنطقة، وانت يا صديقي بس تهجم من هوني رح تبعد كتير عن هاي المناطق، رح يوصل جيشك لهون خالص 3/4 يعني، واللي كان ناس الجوي رح يشتغل عكسك هون بهالمنطقة، وانت غالبا رح تهجم من هون كشخص يعني ساعتك بدايات اللعبة تعتبر بالتاون هول 8، يعني اذا كنت اسا شي طالع فيها وهيك اذا مكسفة تعتبر لا شخص متوسط تقريبا باللعبة، لانه هلا صار في كتير تاون هولات، يعني التاون هول 8 ما عاد قوية مثل زمان، عرفت كيف؟ فهلا مثل ما انك شايف اذا بدك تهجم من هون كله بده يشتغل عكسك، الافخاخ المضاد يعني كل الدفاعات، كمان اذا هجمت من هوني يعني كمان في قوة دفاعية جبارة، ما عاد تعرف من بدك تهجم، هي المشكلة اللي بدك توقع فيها، وكمان انت بنفس الوقت بدك توصل على التاون هون، فهالشيء كتير رح يلبكك. عندك هون كمان نفس الحركة شفناها بالمخطط من شوية، غوالي المنتشر اللي في اكتر من منطقة سور او قطع سور فينا نقول، فمثل ما انك شايف هوني التاون هول بوحدة من المربعات، وإذا بدك تهجم من عندها بدك تبعد عن البقية، ما رح يكفيك أصلا جيشك مو بس الوقت لحتى تمسح هيك تصميم، لأنه أصلا جيشك بيكون راه قوة الدفاعية ممتازة لهذا التصميم، والكناس الجوي حتى ما يشتغل عكسك، مشان أنت إذا هجمت من هون وهيك حاولت تتزاكع على التصميم فبيكون لك بالمرصاد يعني، حتى إذا هجمت من هون عندك هون الأفخاخ والدفاعات تشتغل شغل جبار ضدك كمان يا صديقي. خلونا نروح على المخطط رقم 7 ولاحظوا له هالقوة هوني وهالحركة الخادعة، يعني حاطين لك هون تاون هول وهون عنده الملك ما يدافع عنا للتاون هول، وكمان 2 تسلا عندك هوني كمان ما فيها القوة الدفاعية الكبيرة يعني هوني تحديدا، بس كمان انت يا صديقي هيك اذا اهملت وهجمت من هون ما عاد رح تلحق انت تدمر بقية الدفاعات، يعني جيشك بيكون راه بسبب انه كل الدفاعات بدها تصير محاوطتك وبدها تشملك اكثر من دفاع هوني لجنودك، يعني بده يصير شيء مثلا 5 مدافع قدم يسلخوا بجندي واحد، عرفت كيف؟ او 5 دفاعات 6 دفاعات هيك قدم ما يضربها بجنودك مثلا اذا هن كانوا بالنص هون، بتلاحظ انه كل هالمنطقة محاوطين الدفاعات، يعني اذا هجمت من عند التاون هون فبتكون مصيبة انت توقع فيها فعلا. هون عندك كمان بعض الدفاعات هي مشان ما يخلوك انت صديقي تدمرن، لانه جيشك رح يوصل لهون منتهي تقريبا، فيعني هي المشكلة اللي انت بدك توقع فيها، ما رح اصلا يكفي الجيش لتدمر هالكم دفاع. عندك هون كمان صار التاون هول يعني بمنطقة محمية كتير بهي المربع فيكم تقولوا، بس اسا عندك هون دفاعات يعني شمل كل المنطقة، هي التصميم على فكرة كتير قوي غوالي، اسا اقوى من البقية هيك برأيي، ما بعرف حسه كتير موتر لانه عندك هالفرغة هون بالسور كتير بتوتر كمان وملبكي. عندك كمان هون مضادين، هون برج ملك، هون الملك قال برج ملك ما بنعرف نحكي، هون عندك المضاد يعني شغلات اسطورية بمعنى الكلمة، هون يا غالي يعني بجوز الوقت ما يكفيك حتى، وجيشك رح يكون رايح اغلبه فما رح تلحق تدمرن بالوقت المناسب للدفاعات. عندك هون كمان محمية تاون هول بالمنتصف بس حواليها كله دفاعات مثل ما انك شايف، فمصيبة انك تحاول توصل لها، يعني اذا وصلت لها من هون واللي هي اقرب نقطة للهجوم فانت رح تبعد عن بقية الدفاعات، رح يتفرد على جيشك ورح يكمش الدفاعات، يعني كل جندي من جنودك ينهو ويبلشوا بالجندي الثاني مثل ما حكينا بالتصميم قبل شوي، شي 6 دفاعات تكمش لك مثلا
مثلا التنين لنفرض هجمة جوية هيك يعني، وبالتالي بيقتلوا لك تنين مثلا عندك هوني تسلا، عندك هون مضاد، عندك هون افخاخ، كمان عندك برج السهامي، كله بيكموش بتنين بيقتلوا لك اياه، بعدين بيروحوا على اللي بعده. انه هيك التنانين عندك او هجمتك رح تتفردع تروب كل الجهات، وهي شيء ما انه لصالحك ابدا. هون التاون هول برا، هذا التصميم ضد المسح يا غوالي، مثل ما كنت شايفين المخطط رقم 10، هذا المخطط للامانه قوي كتير. عندك هون كمان تاون هول برا يا صديقي، التصميم منتشر بشكل اسطوري، انه لاحظوا يعني تاون هول 8 بس منتشر كل هالانتشار هذا. انت يا صديقي بهيك تصميم الوقت ابيك فيك تمسح، فعلا شيء ما انه سهل ابدا. لاحظ هون عندك تاون هول، بجوز حتى جيشك ينتهي قبل انت ما تلحق تمسح اصلا، بس بتوقع الوقت هون ما يكفيك. مثل ما انك ملاحظ انتشار اسطوري بمعنى الكلمي. هون كمان اذا الهجمه ارضيه رح تعاني الامرين يعني عن جد، حتى لو كانت جويه عندك المضادات، وعندك هوني كمان الكناس الجوي اذا حاولت تهجم من هوني يعني وتغير وجهه الهجوم وحطيت كم جندي مشان دمر التاون هون، فكمان بيكون لك بالمرصاد يعني. اذا هجمت من هون رح تكون شغله اسا اصعب عليك، لانه هون عندك الدفاعات يعني صار على زاوية، عرفت كيف؟ إذا بده يجي جيشك ويهجم من هون بده يصير يتفردع يروح هيك، وقسم منه يروح هيك كمان، فهي شيء كمان ما إنه لصالحك أبدا. يعني حاسبينها من كل النواحي، المخططات أسطورية بمعنى الكلمة. بتمنى أنكم تجربوها وتعطوها شي 3 محاولات لكل مخطط، ولازم يا صديقي مشان تختبر المخطط منيح كمان غير إنه تعطي 3 محاولات تكون أرضك ماكس لحتى تختبره فعلا المخطط إذا قوي ولا لا. يعني ما لازم تكون أرضك شيء طلع بأنت بالتاون هول 8 وتقل التصميم كمان ضعيف، هيك ما بيمشي الحال، لأنه أنت لازم تكون أرضك ماكس أو شبه ماكس لحتى تختبره بشكل ممتاز للتصميم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.